تفتكر الداعمين اللي بيبعتوا هدايا بالملايين على تيك توك بيستفيدوا ايه؟ اللي بيدعموا وبيرموا ملايين في اللايفات مش لاقين فلوسهم في الشارع ولا مجانين. انا هفهمكم النهاردة هم ليه بيبعتوا ملايين بتك زرار واحدة وبيغيروا حياة ناس كتير ما كانوش لاقين ياكلوا وبقدرة قادر بقوا مش عارفين يودوا فلوسهم فين. هتتصدم من اللي هقولهولك، بس خليني الاول اقولك مين اكبر اربع داعمين على ابليكيشن التيك توك. فيتامين. فيتامين ده الناس بتنام وتحلم انه يدخل اللايف بتاعهم لو حتى بالغلط، لان دخلته معناها انك بقيت مليونير. الدعم منه في 5 دقايق يجيب لك عربية وفيلا ورصيد محترم. فيتامين جنسيته اماراتي، بيبعت ملايين محدش يتخيلها في كام دقيقة ويختفي تاني، ومحدش عارف شكله ولا حتى اسمه ولا ايه هي هويته. طب ايه مصدر الفلوس دي اللي تخليه يبعت المبالغ دي كلها بدون اي استفادة؟ عصام الليبي لو دعم حد ممكن قلبه يقف ويموت من كم الفلوس اللي بيكسبه من وراه في كام ثانية، وزيه زي اللي قبله لا معروف شكله ولا سنه ولا هويته، وكل اللي عارفينه من اسمه انه ليبي الجنسية. المشحر كويتي الجنسية في جولة من جولاته مدتها 5 دقايق بس دعم ب70 مليون نقطة، ومحدش عارف مين هو ولا سنه ولا شكله ولا هويته، ولو دخل دعم حد يبقى طاقة القدر اتفتحت له. خالد الكويتي أقوى داعم على تيك توك، بيدعم ب110 مليون نقطة، 100,000 نقطة بيعملوا $1,000. تخيل انت بقى لما خالد الكويتي يبعت 110 مليون نقطة في جولة واحدة مدتها 5 دقايق، والمليون نقطة ب150,000 جنيه، ده بسعر البنك اللي 100 مليون نقطة بتفكهم ب500,000 دولار، مش جنيه لا دولار، وبالمصري يعملوا 15 مليون جنيه وانت حاطط رجل على رجل. يعني لو واحد فيهم دخل لايف وبعت النقط اللي بيبعتوها دي وحتى ما بيعملوش كومنت بيحدفوا ملايين ويجروا. الملايين دي تجيب لك فيلا بحمام سباحة وشاليه وعربية بي ام وتجيب شغالة وناني وكل حاجة في تكة واحدة بصبعهم. بيغيروا حياة الشخص 180 درجة وبيجروا من اللايف. 4 أسباب مش هتتخيلهم وهيخلوك تفهم حاجات كتير غايبة عنك. أول سبب هو الجنس، لأن الداعمين عارفين إن البنات اللي على الأبليكيشن ملهاش غالي، فبيدخل يبعت لها فلوس ودعم، فالبنت عشان تكسب فلوسه ووده بتدخل تكلمه وتشكره، ومن هنا يجي الشوت ويسهروا فيديو تعمل له فيه اللي هو عاوزه، وبعدها تروح له بلده، مش هتفرق بقى جنسيته إيه ولا بلده، بتسافر أي دولة، الإمارات، السعودية، الكويت، قطر، اللي بيشاور عليها على الأبليكيشن ده ما بتقولش لأ، وكأنها رايحة تتكرم في العلم. بس كل الناس بيكونوا عارفين مسافرة ليه والمين ومين الداعمة اللي مسفراها، واللي بيكون راجل بس لازم تطلع وتقول داعمة لماء الوجه بس مش أكتر. ملحوظة إن السبب ده مش للبنات بس، لا ده للشباب. بتدخل داعمات عرب تدعم شاب عجبها وبيسافر لها وبتحصل نفس الحاجة، ما هو مفيش داعم هيسفرك على حسابه ويحجز لك جناح لله وللوطن. وفي نوع بيدعموا شباب زيهم للشذوذ مش أكتر. أما النوع الأخير في الجنس ده بيكون شاب بيدعم شاب عشان يطلع بنات معاه ويديها فلوس عشان تبين حاجة، تقول لفظ ما ينفعش يتقال، وكله بهدف نشر الثقافة دي، والبنات لما يشوفوا ده بيقلدوه في بيوتهم ويحسوا انه حاجة عادية ومتعرف عليها، بس الحقيقة انها حاجة لا ثقافتنا ولا عاداتنا ولا اي ديانة في بلدنا متفقة مع اللي بيحصل ده. تاني سبب هو قيادة البلد، يعني بالبلدي كده بدل ما يدخلوا يحاربوك ويخسروا فلوس وأسلحة وأرواح، لا يجيبوا شوية ناس ملهاش قيمة ولا لازمة ويخلوهم مشاهير ومعاهم فلوس ويخلوك تدخل تشوفهم وتقلدهم كمان، وبكده غيروا فكر فئة كبيرة، ولو قالوا لك شمال هتروح يمين هتروح. يعني تخيل لما تلاقي ناس مش متعلمين ولا ليهم أي قيمة وبيكتبوا غلط ومعظم طريقة نطقهم للكلام نفسها غلط، وتلاقيهم نطفوا ومسكوا فلوس وركبوا عربيات وبقى عندهم شقة واتنين وتلاتة وفيلا وحمام سباحة، فده أسهل طريق عشان يغيروا منهجك وتختار الطريق السهل اللي من غير قيمة وتطلع تشحت بس وانت لابس نظيف، فيبقى حلم الشباب التسول بدل ما يبقى حلمهم في تعليم أو ثقافة أو مستوى فكري معين. غسيل الأموال عن طريق ان شخص ما كسب فلوس كتير قوي بطريقة غلط ومشبوعة وعاوز يدخل الفلوس دي للبلد، فطبعا المبالغ دي كلها لو دخلت هيتقبض عليه ويتحط في سين وجيم، ومن اين لك هذا؟ لا ده يحولهم لشخص على تيك توك في صورة نقط
ويقسم معاه المبلغ، وبعد ما كان التاني شحات بقى صاحب ملايين مغسولة. والسبب الأخير هو نشر ثقافة الملونين، وطبعا كلنا عارفينها عن طريق الإيحاءات والتلميح الصريح، وزي ما قلنا في سبب الجنس الطريقة اللي بيصطادوا بيها بعض، ويقدر الراجل يدعم راجل بنقط وبعدين يستضيفه في بلده. فهمتوا الداعمين وراهم إيه؟ يا رب أكون وصلت لكم الفكرة. شارك ووصلها لغيرك.